السلام عليكم، معاكم مهند غلام. اليوم هوريكم ازاي تشغلوا الاضاءة الداخلية للتاهو والسوبربن ال2021 وازاي تفصلوها طبعا بكل بساطة. زي ما احنا شايفين الاضاءة عندنا هنا، بنفتح عند السايق ضغطة واحدة، ضغطة تانية جنب عند الراكب، بيطفي كل الاضاءات اللي في الكابينة، بعدين ضغطة طويلة بيفتحهم كلهم، ضغطة طويلة تاني يفصلهم كلهم تماما. يلا، معلومة جديدة ليكم اليوم. معكم مهند غلام من بن حمودة للسيارات 050-516-3525. أهلا بكم.